شباب الأطباء دون فرصة دراسات عليا وتترك المواطنين بخدمة صحية دون المستوى. لأن الحقيقة الكلام مش اعتباطي، يعني لما بقلم بتكلم في الكلام ده سنة وبقدم عديدا لا حلول عملية، مش هقول سهلة ولكنها ممكنة التطبيق. مفيش حل المشكلة طويلة بيبقى سهل، ولكن هي حاجات مستحيلة، هي حاجات عملية وممكن بدرجة من الجدية ودرجة معقولة من الإنفاق، مش إنفاق خارج وزارتي الصحة والتعليم العالي والبرنامج الزمالة المصرية، ممكن جدا الكلام ده يتطبق وهو برامج الدراسة والتدريب أثناء العمل. هي الوقفة هنا، احنا جايين نقول لوزارة الصحة قومي بالدور بتاعك. المفروض الأطباء دول مسؤولية وزارة الصحة، هي قابلتهم في المستشفيات بتاعتها عشان يتدربوا. البرنامج التدريبي ده ليه بداية وليه نهاية. نهايته ان هو يبقى اخصائي، بيبقى خد في نهايه الفتره دي بيبقى خد يا اما بيبقى سجل في الجامعه سواء ماجستير او سواء دبلوم، وبيبقى خد شهاده بتقول ان هو اكمل تدريبه واصبح اخصائي. اللي حاصل دلوقتي ان نص عدد المتدربين ما بيلاقيش مكان في الجامعه دراسات عليا.